هذه طبعا 16 شعارها قصص جزائرية. اخترنا هذا الشعار لماذا؟ لأن شريط المرسوم له جانبين، جانب جرافيك رسمي وجانب سردي أو سيناريو. خصصنا جزء كبير لكتابة سيناريو من خلال ورشات جديد. هذه طبعا أيضا خصصنا محورا خاصا لغزة للقضية الفلسطينية من خلال شريط مرسوم. 15 دول مشاركة في هذا المهرجان، أكثر من 100 مشارك من فنانين، عارضين، ناشرين. تكرمنا أولا شخصية النعار، وهو أول بطل خارق أو سوبر هيرو للشريط المرسوم الجزائري. محمد أرام كذلك هو أول رسام جزائري اللي نشر شريط مرسوم مهم كثير يسموه نعار إن سيرينا سيدي فاروش في سنة 1967. فكان اهتم بالتطرق إلى تاريخ الجزائر وخاصة الاحتلال الجزائر من طرف الاستعمار الفرنسي. هذه الخطرة الأولى اللي حنشارك فيها في هذا المعرض. أنا دايرين ورشة نعرضوا فيها الفنون الجدد الجزائريين باش يكتشفوا هنايا لو كونسيبت تاعنا جديد في لا 2 دي ولا 3 دي الجيريان. هذه المرة الأولى اللي نجي فيها لهنا، عجبني الحال بزاف. بون أنا جيت على جلي مونغا وكذا، سو لقيت واش عجبني وعجبني الحال.